لمة العيلة اللي يا رب يديمها علينا، نروح لقيم بقت بتتسرسب من بين إيدينا وإحنا مش حاسين. وأقول لك لا شماتة في مرض، لا شماتة في موت. افتكر يا بني آدم إن الحياة داين وتدان، أيام وربك بيداولها ما بين الناس. بيكون ليك موقف في الحياة طبيعي ضد مفسد أو خاين أو عديم الضمير، طبعا ده فرض. لكن أول ما يقع العدو، أول ما يصاب بأزمة، خليك إنسان وخليك راقي، خليك بعيد عن المهاترات الشخصية. أنت خلافك مش معاه مش خلاف لشخصه، أنت خلافك معاه خلاف في مصلحة عامة للجميع. الخلاف الشخصي لا حيودي ولا حيجيب. انقض عدوك بمهنية، في أسلوبه، في أدائه، في مواقفه، في وشه، ما تخافش. لكن إياك تستغل نقط ضعفه أو انهزامه وتكمل عليه. مش أخلاق الفرسان ولا الطيبين، اوعى تتخلى عن إنسانيتك. يمكن يكون انهزامه رسالة من اللي خلقه.